من أيام أحد المؤمنين يحدثني يقول: يا شيخ، أحكي لك قصتي. قبل 5 أيام بالشهر الكريم، يعني شنو قصتك؟ قال: أنا اعتدت على تأخير الصلاة عن وقتها، أنا ميكانيك. وتعرفون الميكانيكية يعني إيش؟ يداه تحتاج إلى تنظيف شديد. يقول: فأنا الآن بنظف وبرد أرجع، فأؤخر الصلاة إلى أن أفرغ من عملي. يقول: ليلة من الليال رأيت رؤيا أن القيامة قامت، فرأيت أعمالي تتجسد، شفت الزكاة، يقول زكاة الفطرة شفتها جابوها جميلة، وشفت الخمس بتجسد، يقول شوف الصدقات شفتها جميلة، يقول فحاسبوني عليها، يقول إلى أن أوقفوني. قلت: ما بقي؟ قالوا: باقي الصلاة، باقي الصلاة. قال: وين الصلاة؟ قال: يصبر انتظر. وإذا بصورة كشيخ ضعيف عاجز، شفتون واحد اللي يمشي يجر شنو؟ يجر رجليه. قالوا: هذه صلاتي. قالنا: هذه صلاتك، أخرتها فتأخرت. هلك اليوم انت شنو؟ تأخير تأخير تأخير، هذه صورتها الملكوتية في الآخرة. يقول: ومن ذاك اليوم قبل أن يرتفع الأذان أنا في على سجادة الصلاة.